بيسان الأفغاني طبيبة سورية اكتشفت مع فريقها الطبي علاجاً لواحد من أكثر أربعة أنواع سرطانات انتشاراً حول العالم. الأفغاني أفادت أن أمراض السرطان تعرف منذ زمن بعيد بأنها أحد الأسباب الرئيسية والأكثر شيوعاً للوفيات حول العالم، مشيرة إلى أن التوقعات تتحدث عن احتمال ارتفاع حالات التشخيص بنسبة 50% بحلول عام 2040، وأن علاج السرطان عادة يكون باستعمال كيماوي الذي بدوره يقضي على الخلايا الخبيثة والحميدة في آن واحد، وهو ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على الحالة النفسية للمريض، خصوصاً مع فقدان الشعر، تضرر الجلد والأظافر. إلا أن فكرة علاجها قائمة على العلاج الآمن، بمعنى أن يحدد العلاج الخلايا الخبيثة فقط ويعمل على استهدافها. الطبيبة السورية أكدت أن المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعي بمساعدة الأبحاث للقضاء على الأمراض، وشددت على أن هذا الطموح يمكن أن يتحقق خلال 50 سنة قادمة.